أهلا بكم فيديو جديد. علم طفلك ما هي تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أحب الأماكن إلى الله؟ المساجد. ما أفضل الشهور؟ شهر رمضان. ما أفضل ليلة في العام؟ هي ليلة القدر. ما أحق الناس بالبر والإحسان؟ هما الوالدان، الأب والأم. ما أكثر ما يدخل الجنة؟ تقوى الله وحسن الخلق. ما أحب الكلام إلى الله تعالى؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بأي اليدين يأكل ويشرب المسلم؟ باليد اليمنى. ما ستقول لمن قال لك يرحمكم الله بعد العطس؟ يهديكم الله ويصلح بالكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يراد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما ستقول بعد الاستيقاظ من النوم؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليك النشور. ماذا تقول قبل النوم؟ باسمك اللهم أموت وأحيا. ما كنز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما ستقول إذا أردت أن تدعو لوالديك؟ رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة. ما هي دار العذاب والمهانة؟ هي النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آيات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. من هما الخلفاء الراشدين؟ أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. ما كتاب الله العظيم؟ هو القرآن الكريم. ما الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما أخطر أمراض القلوب؟ هي النفاق. ما أعياد الإسلام؟ عيد الفطر وعيد الأضحى. أتمنى لو الفيديو عجبك تضغطوا لايك. شكرا لك.